Yeah. Aha. بحاول اتعب اقتنع اوصل لاي مسار، كل خطوة بمشي فيها حالي في انكسار، لازم اوقف او امشي او اخد اي قرار محتار، كل يوم بحكي لازم يكون عندي اصرار بيجي بعده، ما حققت من هدفي اي شي، براجع اسبابي وكل اجوبتي فجأة تختفي، تعبت وانا عم بفكر ما عندي اي حل او حتى مبرر، بدون ما افسر بين الاحرف داخل ورقة برسم فيها وردة بتزهر، حابب تكبر في امل من واقع بيعمر، مخنوق وبسأل حالي ليش ما بكمل، حاسس بيأس والفكر مش قابل يحلل، مجرد طريق مسدودة بأكتر من وهم، حددت افكارك كونها ومليها داخل جسم، كل يوم كل ثانية ببعد عني طموح وحلم، خلص نويت اني اتغير، برجع نفس الدوامة وبتحسر، معادلة عكس طيار بدل الربح بخسر، مش عارف اتغير دايما كل ما بسأل حالي ليش وصلت لمرحلة حالة تتلاشى فيها اهدافي، حاطط براسي من بكرة اكون انسان تاني، بيجي بكرة وكل يلي حددته بروح عالفاضي، ما تحكولي ليش من جواتي صرت مقهور، شايف سراب ابيض متل بيت مهجور، ماشي بالدنيا وتقلت علي الامور مجبور، بيني وبين الحياة طار متل كأنه دمي مهدور، بتمر ايام وساعات وانا على نفس الحال، بزيد اهتمام بزرع بذاتي ما في شي محال، برجع لخطوة وبرد اسأل حالي سؤال، كيف بدي اغير واقع مهدد باختلال، صارت الاحلام بالنظري مدفونة مش شايفها، شعور بأفكار مهدومة كيف بدي أستغلها، ما تناقشني في زوايا وهم بدي أبعدها، في الأخير هاي حالتي وبالأحرف بلخصها، بتمنى الرسالة توصل للكل وتفهموها آه، بدون مزايدة من الشعور وتحسوها آه، رسالة سراب أبيض بالموسيقى تسمعوها يا أها، بالموسيقى تسمعوها آه، سلام زد ياو قصي الوزن على الإيقاع راب ارمي برودكشن اه سراب ابيض اها يا yeah.